الكلام ده لما اتعمل عليه برضه السيرفي الثاني كان معمول اسف الفتح كان في امريكا ده في الدخول برضه نفس الكلام في فاريابيلتي ما بين الناس مع بعض الناس بتتكلم على ارقام جايه اقل من 100 بيت في ناس بتنزل على 50 في ناس بتنزل على 20 تمام برضه هنا الناس بتنزل على 50 ناس بتنزل على 30 ارقام مختلفه كل واحد بين الارقام مختلفه عن الثاني خالص مفيش كريتيريا موحده بس يمكن الفرق اللي انا اقول لحضراتكم عليه المجموعه السيرفي اللي فات اقدم السيرفي ده فالسيرفي اللي فات ده كنت تشوف ان الرقم ال 150 كان سليم موجود معانا محطوط في الاعتبار لما في ناس حاطه 150 او 110 او 120 هنا ما عادش الرقم ده كده ما عادش حد بيستنى حد بيقول اقل من 150 هدف لا انا عامل على 150 30 20 اي كان طيب هو من المنطقي ان لما يكون عيان الفيتنس بتاعته قليله وبينزف هتقل منطقي ما هو بينزف فانا خلاص لازم اصلح له الخمسه الدنيا اللي هي منفس لكن دايما المشكله بتكون في البروفلاكت يعني عيان ما بينزفش قدامي هو ما بينزفش قدامي بس انا خايف انه ينزل جوه وانا مش شايفه فهقله عند رقم معين عشان ما ينزفش جوه فده اسمه ايه؟ بروفلاكت هو لو نزف يبقى انا كده مش بروفلاكت صح؟ فالبروفلاكتيك هو اللي عليه الديبيت لكن منطقي احنا مش هنعترف عين ينزف وهديله بليتلتس يا عم اديله يا عم انا هقول لك ليه يعني لكن دايما هنختلف على البروفلاكتيك ماشي طب احنا ليه زعلانين من البروفلاكتيك ترانسفيوجن يعني ايه دي المشكله يعني في البليتلتس سؤال مهم قوي هل لما انقل البليتلتس انا كده بقلل الريسك هيموريدج ولا او هل في علاقه ما بين البليتلت كاونت والهيموريدج؟ انا عايز اوصل لرقم معين، ايه الرقم اللي عنده بروفلاكتيك اللي لما العين ما ينزلش؟ انا عايز اعرف الرقم ده، هل في علاقه ما بينهم ولا لا؟ احنا طول الوقت متخيلين او شايفين انه منطقي كل ما البليتلت تقل كل ما الهيلينج يزيد، كل ما البليتلت تقل كل ما عندي ريسك اكتر من انترا بيرتيكولار هيموريدج. بس الكلام ده حقيقه يعني مش دقيق قوي. دي اوبزرفيشنال ستادي اتعملت على اوبزرفيشنال ستادي كروس سكشن اوبزرفيشنال ستادي عشان تشوف العيانين اللي كانوا اقل من 60000 البيتكس بتاعتهم اقل من 60000 واقول لكم ليه رقم 60000 ده كمان شويه ايه اللي اختار رقم 60000 تمام عشان كان الديفينيشن في التوقيت اللي عمل في ستادي في السنين في مصر الدنيا اقل من 50000 فهو كان بياخد عيانين هم يعني ايه قبلها بسنه صغيره ماشي وجاي يبص عليهم يشوف يعتبر ايه المشاكل اللي تعرضوا لها او ايه الكومبليكيشنز اللي تعرضوا لها العيانين دول؟ كده يا حضراتكم كانت العيانين دول كانوا اقل من 20 جبتهم اقل من 20 91% didn't develop major hemorrhage major hemorrhage defined as intracranial hemorrhage باي شكل اي بي اتش او اي حته ثانيه pulmonary hemorrhage major جي اي بي وده تعريف الميجر هيموريدج عايزين نتفق عليه عشان ما حدش يقول لي اصل الواد بينزف مع التشفيق اصله بينزف من الشكات الكلام الحلو ده ميجور بليدنج ميجور بليدنج هو ده تعريف اصله بينزف كتير كتير ده معناه ان هو ينزف اماونت سيجنيفيكانت والسيجنيفيكانت اماونت تقارب ال 10% من بلاد فوليوم يعني تبقى هيمو دايناميكالي سيجنيفيكانت هو ده تعريف سيجنيفيكانت اماونت اوف بلاد تمام مفيش ميجور هيموريدج 91% didn't develop major hemorrhage most of the platelet transfusion were given with no bleeding or minor bleeding لان اياميها كان البلاد لاين من تحت 50 ام فاغلب العيانين خدوا ترانسفيوجن من غير ما يكون منزف تمام طيب ماشي لما عملوا على نفس الجروب دي عملوا اناليسيس يشوف العلاقه ما بين الهيموريدج او النيجر هيموريدج وما بين الترانسفيوجن او ما بين البيتي كاونت اسف مش ترانسفيوجن ده المنظر حضرتك ده يعني ايه ده فريكونسي دايجرام يورينا القصه شكلها ايه اقل كميه بيتلتس اقل بيتل كاونت العيان ده وتوزيعها اكوردنج تو نون بليدنج نون بليدنج ليجر بليدنج ايه رايك حضرتك؟ العيانين اللي ما حصلهمش بليدنج خالص في منهم كان الكاونت بتاعهم لحد 60 وفي منهم كان الكاونت بتاعهم 10 ما حصلهمش بليدنج والعيانين اللي دخلوا في ميجور بليدنج في منهم اللي كان 10 وفي منهم اللي كان 60 يعني مفيش اي علاقه ما بين البليتلت كاونت بير سي
ما بين الناتور بليدنج لوحده. ليه؟ لان بالذات واحنا بنتكلم عن الليبر بليدنج هنقول في الضغط السيولوجي بتاعه مختلف. هو مينلي فاسكولار بروبلم، هيمودايناميك ستابيليتي بروبلم اكتر من هو بليدنج كاونت. دي نقطه مهمه جدا. انذر اناليسيس بيبصوا عليه عشان يقول لك هل في علاقه فعلا ما بين ان انا اكون اقل من 20 ولا لا؟ حط العيانين اللي هم على نفس الجروب وكلهم اقل من 60. المجموعه اللي هي من 40 ل 60 اعتبرهم الكنترول. فيشوف كل ما قل في البريك كاونت هيزيد الريسك قد ايه. الريسك زاد 10% لو بقيت 20 ل 40 وزاد 20% لو بقيت اقل من 20. بس ده للميل ده ما كانش للبيدنج للنيجو بيدنج ده لكل البيدنج. كل البيدنج اللي اغلبهم كان ماينر بيدنج برضه ما كانش نيجو بيدنج. يعني معنى كده ان مفيش علاقه قويه ما بين الكاونت بتاعي كام والبليدنج هيحصل ولا مش هيحصل. طيب لما جم يبصوا على الريسك اوف بليدنج ان ريليشن تو ذا بليتلت كاونت مايلد مودريت سيفير ثرومبوسايتوبينيا اقل من 30 من 30 ل 50 من 50 ل 100 100 ل 150 نو ديفرنس ات اول اللي هو الاي دي اتش اكتر من بليدنج يعني سيجنفكت اي دي اتش اندبندنت اوف سيفير ثرومبوسايتوبينيا ممكن يحصل مع اي عيان من دول ممكن يحصل وهو 150 اه ممكن يحصل وهو 150 ملوش دعوه تمام. ده معناه ان ذير از جود كورليشن بتوين ميجور بليد اند ثرومبوسايتوبينيا 90% من الحالات اللي كانت اقل من 20 ما دخلتش في اي بي اتش. موست اوف كيسز ثرومبوسايتوبينيا بتكون فيها ماينور بليدنج. الميجور بليد بيعتمد على فاكتورز ثانيه بس خلي بالنا العيان اللي بنتزنق فيه من ناس اخواتنا بتوع الهيماتولوجي العيان بتاع الاقل هرمون فيه مسكين ده يعتبر ريسك فاكتور لان في الاستاتس دي كلها لان العيانين دول فيهم ريسك اوف اي بي اتش 20% لو الكاونت بتاعه اقل من 50. يعني العيان بتاع الاقل هرمون فيه مسكين ده لا خليه على جنب شويه ده ده الاكسبشن سيل. لكن ما عدا ذلك اي سب اي اي سبب سبسس سنترال لاين نيكروتايزنج نيكروتايز ايا كان السبب ملوش علاقه خالص بالاي بي اتش. طب احنا خايفين من يعني طب احنا عايزين دايما نديش بريكلتس لان فعلا لقي ان في علاقه ما بين البريكلت ترانسفيوجن والمورتاليتي. طب هتقولي طب لا ده المورتاليتي عشان هم العينين دول كانوا ترومسايكوبينيك وشيب انا ما اديهمش فانتازيه هو كان ترومسايكوبينيك عشان سك فانا هاخد البيزنس وهو مهم عشان سكت. لا لما جم يعملوا اناليسيس لقيوا ان الاناليسيس ده سنسيتيفيتي اناليسيس سجست ذات سم كورليشن ديو تو ذا هارم افكت اوف مالتيبل بيت ترانسفيوجن بتاع العينين دول. يعني ترانسفيوجن لوحده ريسك فاكتور. ولما اتعمل دي لسه كروس سيكشنال سيرفي معمول على تقريبا مليون عيان في امريكا معموله في السنه 2000 و2017 بيبصوا على الترانسفيوجن والكومبليكيشنز اوف ترانسفيوجن. ليه ان الترانسفيوجن في الانستنس بتاعه بيزيد يعني هو قاعد يزيد مع الوقت كل ما يعني السنين بتعدي الترانسفيوجن نسبته زادت او عدده زاد ولقيوا ان في سيجنفيكانت افكت على الترانسفيوجن على كل المشاكل دي لينك اوف ستي هوسبيتال ديسشارج مورتاليتي اي بي اتش ميكانيكال فنتليشن كل الحاجات دي بتزيد مع بعض. والكلام ده كله في العينين اللي كانوا ثرومبوسايتوبينيك. يعني العين الثرومبوسايتوبينيك لو ما نقلش الريسك اللي عنده فور مورتاليتي اند مور كومبليكيشنز اقل من العين اللي بينهم. ده معناه ان انا ما اقلش غير فعلا العيان اللي هيكون انديكيتد بشكل قوي. طيب مين العيال اللي كده فعلا لازم ينقل عشان نوصل لنتيجه خلينا نتاجين عايزين نبدا الابدنس بيجي من دي ستادي. دي ستادي قديمه خالص 93 وقعدنا لحد فتره قريبه جدا ما كانش فيه غيرها. كانت بتقارن ما بين مجموعتين ان انا اقل من 150 واجي اقل من 50 وكانوا بيبصوا على الانستنس 5 اتش لقيوا ان الانستنس 5 اتش ما بيفرقش نو ديفرنس ان اي بي اتش انستنس يعني انت على 150 بنعتمد على 50 وعشان كده الجايد لاينز بقت بنعتمد تحت زي ما حضرتك في بعض الاوقات كانت الجايد لاينز بنعتمد تحت
50 يبقى من السيفير اللي تحت 50 لازم تنجح بروفلاكتيك تمام؟ لحد ما طلع لنا الاستاذ دي ايه طلع من سنتين قال لك انا بقى هاخد ال 50 دي وهقارنها برقم اقل منها هقارنها بال 25 50 مقابل ال 25 ونشوف هل فعلا لما انقل على 50 هيكون الاي بي اتش اقل ولا ال 25 هيبقى زي ال 40 وزي ال 50 لا زي ما اكيد حضراتكم بقيتوا متوقعين دلوقتي there is no difference in اي بي اتش انستنس بل الحاجه الغريبه بقى كمان ان العيانين اللي نقلوا اكتر يعني هم نقلوا على 50 فنقل كميه بلاكتس اكتر المورتاليتي فيهم كانت اعلى بيأكد الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه الاستاذ دي كانت استاذ كبيره معموله على 180 على 660 عيان استاذ قويه جدا هي كانت بلاك تو شايل يعني احنا عندنا جود كواليتي ايفيدنس بيقول ذس سيف انك ما تنقلش بلاكتس بروفلاكتيكال الا لو اقل من 25 ده رقم واحد رقم اثنين ان كل ما تنقل اكتر كل ما يبقى فرصتك في الكوست اكتر بالظبط يعني انت المرتبط ليه بنقول الكلام ده؟ عشان البراكتس بتاعنا البيكتس بتكون قليله واحده في واحد كل 12 ساعه العين انديكيت خلاص البيكتس بتاعته 12 يبقى موافق اوكي؟ واحده صفايح كل 12 ساعه واحده صفايح كل لمده 3 ايام يوميا لمده 3 ايام يحصل ولا انا بكتب ثانيه؟ يحصل البلاكليتس بتقعد في السيركيشن قد ايه؟ خمس ايام يعني البلاكليتس بيقول من ثلاث لخمس ايام خمس ايام ده يعني اقصى مده يعني على الاقل ثلاث ايام هل في عيان ممكن البلاكليتس بتاعته تنزل في اقل من ثلاث ايام؟ يعني انا اديت وتنزل والبلاكليتس تقل العيان اللي فيه اكتف ديستكشن العيان اللي فيه اكتف ديستكشن ممكن ما تقعدش 12 ساعه ده ساعات بنشوف لما يكون عندك عيان في اكتف ديستكشن ساعتها امرك لله الاورا اللاوي المفروض تديه بس دور على سبب الديستكشن وصلحه ممكن ده ده يعني بس هو ما بيحصلش عندنا في الموضوع الميوت سيستم بتاعهم مش هيأكد بالقوه الكافيه عشان يطلع انتي بودي احنا ما عندناش اي تي بي يعني الاي تي بي حتى عندنا في النينيكس تبقى معتمدنا بأكوايرد ما عندناش بس ستة احنا ما كلش حته صغيره بره الموضوع يعني زعلوا جدا ان هم يقولوا بيكتس في الاي بي ما بيقولوش ان يعني لما يبقوا طالبين خليك قلت يعني من 10 ايام انا اعرف واحد استاذ مرض يعني كان يقول له الناس يقولوا له البيكتس اقل من البيكتس خمسه يقول لهم ماشي 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 بكره نشوف دي عيد امان بص يحاول يعني يزحلق ان هو يقول له اي ثمن ليه؟ العين ده عنده اي تي بي يعني ايه اي تي بي؟ النيون كرومو سيربين فيبرا ايش تسيبك من فيبرا النيون يعني كرومو سيربين بيجو النيون ده هو عنده انتي بودز جسمه بيطلعها يكسر لما انت تدي له بليتس مباراه انت لقيت لك ايه؟ مش بس هتتكسر يا ريت انها اتكسرت يا ريت انها اتكسرت وخلاص انا كاني بدي له بوستر من فاكسينيشن انا بدي له اميون من اميون بوستر انا بدي له الانتيجن عشان الميون سيستم تشتغل عليه زياده وطلع عليه زياده. هيكسر اللي بيطلع معاك. هيكسر اللي بيطلع معاك. والاي تي بي تي 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 تي. انا بتكلم في الدرجات مش عايزين نسمع حتى على الفاضي قوي بس الاي تي بي في ايفيدنس بالذات مع الكولونيستي ان ممكن الانتي بوديز تبقى اجينست البون مارو كمان مش بس البريفرال ليتلز تشتغل على البون مارو كمان تبوظ الدنيا جوه. احنا عندنا في النتس لو عندك عيان نيوبورن وفي اي تي بي لما تقول اي تي بي من ايه؟ اي تي بي دي بتبقى مكمل يا اخوان. الراجل اللي هو مش بيساعدني ليه؟ لان هو الانتي بوكس اللي عندي هو واخدها من بره. هو مش مصنعها في جسمه. تمام؟ حتى لو كسره بس انا ما عنديش الاكسترا هارم بتاع ان الكليون بتاعتي تشتغل زياده. فانت مش القضيه. العيان اللي عنده اكتر ديستكشن هو ده اللي تدور له على تصليح. وممكن تنقله اكتر من مره، لكن مع العيان ما عندوش اكتر ديستكشن اكسبكتد ان الترانسفيوجن واحد ينفع له اراوند 50 ل 1000 ماشي خلال لمده 3 ل 5 ايام ده بالنسبه للايه؟ للليت كونسبت طيب هتقول لي بس للمجموعه اللي كانت بتاخد ترانسفيوجن على 25 ولا 50 اصل العيانين اللي فين منهم كانوا عيانين سيك شويه اصل عيانين مش عارف ايه على نفس الاستاد دي جمعوا الداتا بتاعتكم وعملوا اعاده تقييم للداتا اكوردنج تو ذا سيفيريتي اوف ذا ديزيز. نو ديفرنس. كل اللي هياخد بيتس اكتر
المونتاج اللي فيها هتسيب حتى لو كان ست او نون ست. يبقى ده معناه ان انا محتاج انقل على ارقام اقل وما ينقلش كتير. سبت الدوز على الكلام ده بس اللي احنا قلنا حاجات من 50 ل 100,000. لو انت اديت الدوز المظبوط الدوز اللي هي ايه؟ اليونت بتاخد نقول ل 5 كيلو. طب احنا لو بنتكلم في البريما تيوز اليونت اللي هي المفروض ستاندرد تبقى 30 مل تقريبا في البريما تيوز بنقول 10 مل كل كيلو. يعني برضه فكره الوحده للبريما تيوز ده كتير. وحده كامله للبريما تيوز ده كتير. تمام؟ في عندنا شويه تفاصيل بس انا مش عايز يعني مش عايزين نتكلم عنها في طريقه الترانسفيوجن نفسه والتيكتس. يعني هنقول حاجه صغيره بس منها. طيب الميتا اناليسيس دي كانت معموله على عشان حاجه مهمه جدا ان كان في ريليشن شيب لقيوها ما بين البليتلت كاونت والبي دي اي. البي دي اي واحده من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا في اليونت ان البليتلت لما بتكون قليله البي دي اي بتفضل مفتوحه. لان الكلوجر والبي دي اي في حد ذاته معتمد على الكونتاكشن بتاع البي دي اي نفسها وان بيحصل سام سورت اوف كلوت فورميشن جوه اليوم. يعني هي معتمده على البليتلت فانكشن. فهل فعلا ده حقيقي؟ الدنيا ليها. اه ده حقيقي. في ناس قال لك ان اه فعلا في علاقه ما بين البليتلت كاونت والبي دي اي. طب هل ده معناه ان انا لو عندي عيان البي دي اي بتاعته جامده هديله بليتلتس عشان اقفل البي دي اي؟ خلاص يا عم انا مش انا مصدقك ومفيش مشكله في الاي جي اتش. اوكي انا هديله البليتلتس بقى عشان البي دي اي. هل ممكن تفرق معانا؟ لما يبص لما جم يبصوا البيت عمل في ستادي على الموضوع ده تحديدا ان هم بينقلوا بليتلتس عشان البي دي اي كلوجر سبيسيفيكلي. نو ديفرنس ان بي دي اي كلوجر ما بين المجموعتين اللي انت تسيب البيتلكس لحد 20 او انك تعليها لحد ال 100. يعني تنقل له البيتلكس عشان تقلل تقفل البي دي اي ما بتقفلش. برغم ان البيتلكس قليله البي دي اي بتبقى مفتوحه. لكن لما انت تديله من بره ما بتشتغلش. ليه؟ لسه ما نعرفش. غالبا هيكون ليها علاقه من ايه؟ من فكره انها الاندوجينس بيتلكس بتعمل ميكانيزم مختلف عن اللي انا بديها من بره. تمام كده؟ نطلع من الكلام ده كله نخلص من الكلام ده كله ليه؟ بروفيلاكتيكالي هنقل البليتلتس على 25 ده رقم بروفيلاكتيك. تمام كده؟ وده الكلام اللي الناس بتوع البريتش هيماتولوجيكال سوسايتي انا بحب البرلمان محترمين الجماعه بتوع البريتش هيماتولوجيكال سوسايتي قال نفس كده قال لك العيان ما فيهوش بليدنج 25. الجايد لاين دي كانت 2016 الاستادي اللي هي اللي انا لسه بوريها لحضراتكم البلانك بوست ستادي دي كانت 2019 بعد ما نزلوا هم مختارين رقم 25 مع نفسهم اعتمادا على قدر ذاته. لما طلعت الاستاد دي نزلوا ملحق للراي لاين دي اللي هو بيقيموا الافراح واللي احنا قلنا لكم من بدري يا جماعه على 25 وطلع كلامنا صح. ده حقيقي ان فعلا الايفيدنس اثبت ان رقم 25 سيف. ليه؟ بقول لحضرتك النقطه دي لان كان في ناس بتارجو اجينست الراي لاين دي كنت بقول لك لا ده 25 لا قليل قوي. كان في ناس ستيل بتارجو اجينست فدلوقتي اثبتنا ان رقم 25 كويس. بس بقول لحضرتك بيقول لك ايه؟ including newborns with neonatal early immune thrombocytopenia. مش ده اللي قلنا من شويه ان تحت ال 50 في انسنس عالي الاي بي اتش؟ اه بس في حاجه مهمه قوي. لقيوا ان العيانين اللي فيهم انسنس الاي بي اتش عالي دول الهاي ريسك جروب. الهاي ريسك بيتعرف ازاي؟ لو كان عنده طفل قبل كده وهو غالبا اللي انت هتعرفه neonatal early immune غالبا لما هتعرفه هيكون في بي اتش. لاول مره مش هيتعرف او هيتعرف بعد شويه من الوقت. أو لح بيعدي أو بيموت بقى يعني هو لازم أو لح بيعدي نعرفه بعديها لا ده مش هنا مش في مصر في الدنيا كلها أو الطفل ما بيتعبش. فلو الطفل الأولاني كان عندك كويس بدون هيمولج يبقى ده لو ريسك. طب لو الطفل الأولاني كان إيه؟ كان فيه هيمولج يبقى ده هاي ريسك. يبقى العيانين اللي لو ريسك يعني ما فيهوش ليه لو فاميلي هيستري يبقى ده ممكن نستخدم لهم رقم 25. طيب 50 العيان بقى اللي عنده بيجي يعني عيان بينزل تمام ومعاه بنكتب سؤال من 50 دي من عيان قال له مش بنشكمية ومعاه ريسك فاكتور بيجي له بيكتس. عيان معاه كارنت وكيوليوباتي يعني عنده مثلا بي كيو بتجيب له لونج مثلا ممكن ادي له لونج ادي له بيكتس ممكن. اوكي عيان داخل عمليه بس انهي عمليه؟ ميجور سيرجري ولا ماينور سيرجري؟ ماينور طبعا ماينور. هما هنا قايلين لك كل السيرجريز ما عدا حاجتين كارديك اوبريشن والسي ان اس اوبريشن. يعني اعمل حاجه في مخه اعمل حاجه في قلبه يبقى لازم نيه.
لكن اي عمليه ثانيه 50 is okay. اوكي. طب رقم ال 100 ده بنستخدمه لمين؟ عيان داخل ميجور سيرجري كارديال كورد سيرجري او عيان في ميجور بليدنج. مين الميجور بليدنج فاكرينهم؟ مين كارديال كورونري ميجور جي اي هم الثلاثه دول. عيان في ميجور بليدنج يبقى نخلي البريفرنس بتاعته يعني لو تحت ال 100 لازم كده. تمام كده؟ جايد لاين دي تعتبر الى حد ما كويسه جدا ومحترمه جدا. دي انذر تيبل يعني بنوضحها بتفصيل اكتر بس مش مشكله يعني. طيب حاطط لك بس شويه حاجات كده في الالومنيوم في مسكنيه. احنا متفقين لو عندك ريسك فاكتور لو عندك ليدنج هتنقل على ارقام اعلى 50 او 100. لو ما عندكش ريسك فاكتور ما عندكش ليدنج في الالومنيوم في مسكنيه في ناس قايله 25 في ناس قايله 30. اوكي اوكي كده وكده الاثنين قريبين جدا من بعض. الديفنس ما تتفلترش. حطش في الفيلم. من 2 هزام من 5 ل 10 مللي كل كيلو وبترفع زي ما اتفقنا 50 بس. هل الديفنس على نص ساعة ولا على ساعتين؟ ولا بصورة الجراف بسرعة ولا الاثنين على الفيوجن اللي بسرعة. هما فعليا لما عملوا ستادي ما بين 30 دقيقة و 120 دقيقة قال لك مدة. كاتش تايم. كده على نص ساعة وكده على ساعتين كتير. فده معناه إيه؟ لو أنت استخدمت الأماونت بالصح اللي هي 5 ل 10 مللي كيلو 10 مللي كل كيلو مش هتحتاج إنك تديها على ساعتين. أو يعني خلاص ما عندكش مشكلة تديها بسرعة. أوكي؟ There is no hard. إنك تديها بسرعة ومفيش مشكلة إنك تديها على مدى ساعتين. هل أنتوا عندكم رأي في إيه؟ على مدة ساعتين؟ لو يعني اكبر مده 2 مللي جرام. انما في العادي اكبر حاجه 30 دقيقه افضل. اخر حاجه هنتكلم عنها الفيش فروزن بلازما. انا فاضل لي بالظبط يعني 10 دقائق. انا لازم الساعه ونص. اخر حاجه هنتكلم عنها الفيش فروزن بلازما. الفيش فروزن بلازما الناس بقت يعني استفدت فيها وكلمت فيها بكل التفاصيل بفصلها بحاجتها بكل الكلام. احنا ما عايزين نتكلم في الكلام الكلينيكال اللي هو هنعمله في الشغل. امتى ندي فريش فروزن بلازما؟ حضرتك قلت لنا الانديكيشنز ان جنرال. عايزين نطبقها على النيوبورن. امتى ندي فريش فروزن بلازما يا جماعه؟ ايه راي حضراتكم في الانديكيشنز دي؟ انديكيشنال سبستيتيوت. جنرايزن دي. هايبوكليمينيا. سبسس وار بي اس. اي جي اتش بروفلاكسس. شوف. نورمال بي كيو بي تي. مين منهم صح مين منهم غلط؟ ايه راي حضراتكم؟ ولا حقيقة ولا واحدة. البلازما ما بتستخدمش نيوتريشنال سبستيتيوت، العيان ده ما بيرضعش بروتين البلازما، ده خلاص. العيان مورم بدل ما تديله 1000 يوم بلازما، العيان هايبو ألمينيك. العيان الهايبو ألمينيك ما فيش ألمينيك. ما احنا قلنا لا بزرز. انا لو اخد جبنه لا ايوه يعني هيبقى المنيم هياخد المنيم المنيم ما ياخدش. باي ذا واي مش كل عيان هايبر المنيمك هياخد ملح. من ايه قالوا من اقل من كام؟ 2.5 مانيفست. 2.5 مانيفست. طب هو النورمال كام؟ 3.5 في النيوبورن 2.5 ل 4 اكشن. فعلا 2.5 معناه ان حضرتك كل عيان هايبر المنيك باي ديفينيشن هياخد ده. لا مبدئيا ما تبداش تتكلم بتتنين. يعني انا دايما عندنا في الوحده اقول لهم ايه؟ قال لهم تحت اتنين نفكر مش نفكر نفكر ونتدارس زي ما كنت بقول لكم على استاذنا كده اللي كان يقول له بيخلص 5000 ويقول لك طب استنى مش عندها انا برضه اعمل معاهم كده. اتنين طب استنى مش هشوفه بكره. 1-9 طب نعيدها تاني. بالذات بالذات في العيان الاديمتس عشان عنده سيفير سبسس. بالذات العيانين دول عندهم ايه؟ كبير الليب البروتينز بتطلع في التيشوز بتدي له انيمال بيطلع هو كمان في التيشوز بيزود الاديما بيزود التوكسيك كابوليتايتس ويجوز الدنيا ويموت العيان. كل فيني كوفرلود بيموت يورموا البلازما سبسس اند ار بي اس. ار بي اس في ناس بتديه الديما تشوز الشخص ان هو بيبقى تشوز
اكتشفت ان عنده في مكسوم وعنده ار اس فانتم بنديله بلازما اول ثلاث ايام من عمره بلازما يوميه تمام. بنبص هنا ايه بعد ثلاث ايام عاملين كده مصطحين ومورمين بنخش في سكه سودا البني المخلوط بتاعي دول فيري كريتيكال على الشورت تيرم فنتلاتوني نيورولوجيكال كارديولوجيكال وعلى اللونج تيرم اللي دخلوا في البي دي السبسس البلازما ما هياش في يمكن السبسس نيفر اف شوت النيتال سبسس المانجمنت بتاعه معروف البلازما مش منه لايف اتش اوف ريفلكسس هنتكلم عنه دلوقتي شوك اند بولي اكسباندر نو اند نو اند نو اند نو ما بتستخدمش شوك ولا بتستخدم كبولي اكسباندر بولي اكسبانشن بتستخدم بايه؟ كريستالويد كريستالويد ولو احتجت كولويد يبقى ادي في مين؟ العيان اللي هيبقى مين؟ وهايبوتنسيف و يعني مانفستن يعني هايبوتنسيف ومرم ووحش وبتاع ماشي هتطلع بعد ما اديته كريستالويد مره والدنيا ما بتحسنش هتطلع اديله كولويد اذروايز نو. اخر حاجه طبعا كلكم اكيد مختلفين عليه ابنورمال بي تي بي ماما دي انت ما شاء الله لو ابنورمال بي تي بي تي وما تديلوش كمان بلازما ازاي؟ لان الميديكيشن بحط بقى الحقيقه عشان انا سايب جمله واحده ما قلتهاش. النورمال بي تي دي الجمله اللي عندي عن الاستمرار اللي كان يقول لي بي تي كذا بي تي كذا السؤال ينزل؟ لا خلاص بينزل ولا ما بينزلش؟ ده السؤال الحقيقي اللي احنا محتاجين نجاوب عليه. انا قاعد اقول لحضراتكم كلام شفوي برغم ان انا من اول المحاضره قاعد اقول لكم ستارت صح؟ عشان انا ما رضيتش اجيبكم الستارت دي كلها عشان الوقت بس هي موجوده كل نقطه من النقط اللي انا حطيتها في حضرتك في الكوتيشنز دي لما بنقول عليها لا مش مجرد راي مش شخص معمول عليها سبيكت بيقول لك انها نو ايفيدنس اوف بينفيت او انها هارد ما عدا واحده مش واحده فقط تغيير هي اللي عليها ديبيت والديبيت ده وليه حضرتك في حياتي واحده بس اللي هي لايف اتش بروفلاكس هو الراجل الكربانه ده اللي عمل استني سنه 85 ده وقال لك ان انت لما تدي فريش فلوس بلازما بيقلل الانسس فاجيوس وتقدمت عليه الستانس كلها وقلت لا كلامك غلط كلامك مش مظبوط كل الناس الثانيه بعد كده قالت لا كل السبسيكونت ستادز بيقول لا وبرغم ذلك ما زلنا بنستخدم البلازما عشان العيان ده ديما تقول ممكن يدخل في اي وجه. الفريش فروزن بلازما مش بس كمان مشكلتها على 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 قصه انها مش بنفيشال ات از ان اندبندنت ريسك فاكتور فور ديما بنات الجديد كان بي دي اي في ديما تقول في لسه يعني فيري ريسنت ستادي لسه مشهور حتى من كام شهر يعني على ان الفيري فعلا في علاقه ما بين الفريش فروزن بلازما بلس فيوجن وديمو دايناميك سيجنفيكانت بي دي اي في الديما تروز وطبعا احنا عارفين ديمو دايناميك سيجنفيكانت بي دي اي يعني بتزود كل الكومبليكيشنز في هنفوت الجزء ده يعني عشان موضوع الاي في اكشن على البلازما في سؤال مهم. طب انا لما الاقي ابنورمال بي تي كتير اعمل ايه؟ انا دايما بتسال السؤال ده. طب انا بلاقي ابنورمال بلاقي بي تي كتير بالمره اعمل ايه؟ انا بسال سؤال مهم محدد جدا لو بي تي هيبقى وانت عملتهم ليه؟ عملتهم ليه اصلا؟ الناس بتعملهم سكريننج فور ديماتيوز عشان لو عاليين يبقى عندي ريسك عالي لايف اتش الكلام ده اتعمل عليه ستادي الاستاذ هيك بتقول لك ويلوك في سكريننج اند ايه لازم تريتمنت فور ديفيكشن لايف اتش وقالت لك ان السكريننج استراتيجي ما كانش افكتيف غير في مجموعه صغيره جدا جدا من العيانين في الاقل من 26 اسبوع وفي التليفون بس كل ما عدا ذلك there is no benefit of screening and plasma concentration. من دول كانوا عاملين سكريننج يعني لا سكريننج بس سكريننج للبيولوجي يعني بص على دي كيو لا ما انا قصدي مش المفروض ان احنا بنعمل انت عايز تعمل بروفلاكتيك عايز تدي بروفلاكتيك عشان تدي البلازما بروفلاكتيك قبل ما يدخل في الاي بي اتش تمام؟ ليه؟ لان ده ممكن يبقى افكتيف بس في عيانين اللي هم اقل من 26 اسبوع نشوفوا كم عيان اقل من 26 اسبوع في الشهر مش منطقي مش من المنطقي ان انا كل العينين عندي في وحده انا بيتقال لي ايه؟ اصل البي تي والبي تي روتين انفستيجيشن دي ار نوت روتين انفستيجيشن تمام؟ يعني معلش يا غايه من كده وقت مع الموضوع انا خالص مين قال الكلام ده يا باشا؟ حاشا حاشا وغلا حاشا وماشي طبعا لازم يتاخد احنا بنتكلم على لازم وان انت تعمل البي تي والبي تي بشكل روتيني هقول لحضرتك ماشي كده؟
يمكن في 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 ميتا اناليسيس عشان اقول لحضرتك الميتا اناليسيس ده الميتا اناليسيس ده لسه بيعملوا يعني واحد منهم فش هيعملوه لسه شغالين عليه لسه هيبقى عندنا ايفيدنس قوي جدا ويقول لك ان هي غالبا هيقول لك انها مش مضاده. طيب انا عايز اقول لكم الانديكيشن لا الانديكيشن لا الانديكيشن طب ايه الانديكيشن الحقيقيه بقى؟ ايه الانديكيشن اللي بيتجلى؟ دي اجين نفس الجايد لاين اللي هي البريتش هيماتولوجيكال سوسايتي. انا عايز بس حضراتكم تاخدوا بالكم من الخانتين دول. الخانه دي اسمها ليفل اوف ايفيدنس A B C D ماشي. A يعني احسن حاجه B اقل من ده C اقل وهكذا. وال strength of recommendation واحد من اثنين يعني strong و weak بس كده. كل ريكومنديشن دي strong recommendation كلها ما عدا اثنين بس weak recommendation هنشوفهم دلوقتي. طيب ايه الانديكيشن بتاعتنا؟ امتى تستخدم الفريش روز بلازما؟ بيقول لك بص اول كلمه treatment of acute bleeding يعني لازم العيان يكون بينزف اول حاجه ان كومباينيشن وذ يعني العيان بينزف ومعاه بقى ايه؟ معاه كوجيلا معاه سنجل بروتين فاكتور ديفيشنسي وداوت سيفر ريبليسمنت تمام كده؟ يعني ما عنديش فاكتور فبدي البلازما لحد ما الاقي فاكتور تمام كده؟ عندي فيتامين كي ديفيشنسي ما بيستجبش للفيتامين كي يبقى ساعتها ممكن أجل. بس يكون العيان بينزف سيجنفيكانت بليد دي أول حاجة. تاني واحدة بروفلاكسيس اوف بليدنج فور انفيزيف بروسيجر ان بريزنس اوف كوجيلا